برافو بيغوم، انت تخرجتي برتبة شرف من الأكاديمية. انت ليش معصب تانسيل؟ انا عملت يلي قلت لي عليه. والله يا حبيبتي انا قلت لك تقدمي القهوة للزلمة، مو تدلقيه على راسه وتحرقيه وتبهدلينا. الحمد لله انه كانت باردة. انت شفت كمان طلع بوشي فجأة لهيك خبطنا ببعض، شو عامل؟ كيف راحت عني هاي؟ لازم نعمل تقييم للأضرار فورا، يعني انا ما بعرف على الأكيد شو رأيه تيمور فيكي هلا. خليني انا اقول لك حياتي، هو هلا بيشوف بيقوم عنا ما انا شاطرة ناشفة ومرة غشيمة كمان وما بتفهم. لا مستحيل. ماشي انا ماني قادرة اعمل هيك شيء، انا بستسلم ما عاد بدي. شو قصدك كمان استسلمتي؟ كل شيء عملناه كان على الفاضي؟ لا هالشي ما انا مناسب لي، ما فيني اعمل هيك. تمام انا بستسلم. بيقوم مرحبا. اهلين. هاي المرة أنا جبت معي قهوة لإلنا. ليش؟ لأنه قهوتك انكبت علي، فقلت لحالي إنه نشرب سوا. يعني قصدك إنه ما قدرنا نشرب قهوة بسبب غشمنتي ما؟ وقصدك تقول كمان أنا ما بقدر أجيب قهوة ما هيك؟ يعني قصدك تقلي إنه هيك بجيبوا القهوة للناس يا فهمانة؟ أنت شو قصدك؟ أنا ما عم بفهم عليك بالضبط. لا أنت فهمتيني غلط بيقوم. لا لا قصدك إنه أنا غشيمة. إيه فيك تقول عادي ما تخجل مني. بيقوم أنا بس كان. لو سمحت أنا مشغولة كتير وما عندي وقت للقهوة بنوم، شربها لحالك. طيب بيقوم بيقوم ليش عملتي هيك؟ شو عم تعملي يا هبلة؟ تانسيل إنذار خطير. أنا بطلب لقاء طارق عند التراس. تانسيل لقد تبهدلت. هلأ ممكن نراجع كل شيء للمرة الثامنة ولا انتهينا حبيبتي؟ فهمت عليكي، رح نكرر مرة تانية كمان. أنا ماني متأكد من مظهرك هاد. هلأ الموضوع بسيط، رح تلبسي ثيابك وتروحي على الموقع اللي رح نبعث لك إياه وبس. ونحن أساساً رح ندبر كل شيء ورح نتأكد إنكم لحالكم. اسمعي إذا أنت ما نجحتي بهالشي بدك تتقبلي فكرة إنه ما عندك حظ بنوب. ماشي أنا فيني أنجح ورح أنجح إن شاء الله. إذا أنت ما نجحتي بهذا الاختبار فأنا رح سكر الأكاديمية ساعتها. تمام أنا قلت إني رح أنجح تانسيل، أنا رح أروح وأحكي بكل صراحة. صدقني رح نشوف. يبدو إنه عندك طالب تاني بالأكاديمية. مو معقول هن مهووسين فيني. أنا رح أنجح. أهلا وسهلا بيقوم. أهلين فيك. طالعة بتاخدي العقل بصراحة. كلك ذوق. تفضلي. ليكي تانسيل هلأ اتصل والزبون لغى العشاء بآخر لحظة، بس أنا انتظرتك، قلت بلكي ممكن نتعشى سوا. فكرة حلوة كتير الصراحة، كان في شي حابة أقلك عليه. إذا كان مشان يلي صار بيننا اليوم فبهي الحالة خليني أنا. إيه أكيد عم بسمعك. أنا كتير آسف. أنت ليش عم تعتذر؟ أنت ما عملت شي أبداً. صراحة أنا فهمتك غلط اليوم لهيك بعتذر. أنا مو قادرة أبرر شي لنفسي، بس يا ترى أنت شو فهمت؟ قلي. أنت مانك معجبة فيني؟ لا بالعكس أنا معجبة فيك. شو هالخبصة؟ أنت معجبة فيني؟ إيه بس تصرفاتك. أنا بعرف إنه خليتك تحس العكس تماماً. طيب ليش؟ أنا زواجي السابق ما كان سعيد أبداً الصراحة، ولسنين طويلة. وغير هيك أنا اتطلقت من زوجي تونجاي عن جديد، ونسيت كيف بيكون الشعور إنك تعجب بحدا، قصدي يعني
كنت عم حاول اليوم إني غازلك وأتقرب منك. أنت لطيفة كتير بيقوم، وكمان صريحة كتير. شكراً لك.